أريد أطمئن وجهودكم مشكورة أنتوا في وزارة الصحة وأنت بالذات مدير صحة بغداد الكرخ، أنا أتابع نشاطك وما تقدمه. أريد أطمئن بالبداية عن وضع العراق في كورونا وبالذات في منطقة الكرخ، كيف تقيمون هذا الوضع حتى هذه اللحظة دكتور شاسب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعرف أن حضرتك متابع جيد وأيضا مقيم جيد، والكل يتابع الوضع بالعراق والعالم، والكل جاي يقارن الوضع العراقي مقارنة بالدول الأخرى. الوضع العراقي نعم الحمد لله يبعث على الفرح والسعادة والطمئنان كذلك. احنا اقل الدول بالفتره الاخيره، اقل الدول تسجيلا للحالات واكثرها نعم تسجيلا لحالات التعافي والحمد لله، واقلها تسجيلا للاصابات واقلها تسجيلا للوفيات الحمد لله. يعني تمر علينا نعم. ايام ما تسجل وفاه، وحتى لو لم تسجل وفاه واحده او اثنين باليوم في أسوأ الحالات في الايام الاخيره. هذا الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى جيد جدا ويبعث على التفاؤل والاطمئنان. نعم. حتى ايام صارت عندنا، يعني اليوم حالات اللي تسجلت مع حالات الشفاء متساويه، ايام انه الحالات تتشافى وتتعافى اكثر من الحالات اللي، يعني اليوم عندنا 35 اصابه يمكن اكثر من عتها شفاء، 34 شفاء و35 اصابه وما عندنا وفاه. الحمد لله الحمد لله. واكثر المحافظات بدت ما تسجل، يعني حتى نحسب المحافظات يعني كل يوم اربع خمس محافظات دكتور بها اصابات. بالضبط. كردستان ثلاث ايام ما بها اصابات. نعم اغلب المحافظات ما سجلت، والباقي سجلت اصابه او اصابتين. هذا عندنا 8 بالسماوه ويمكن 13 بالرصافه. هذا الحمد لله مؤشر جيد جدا. تمام. يعني خصوصا انه يعني بعض الاحيان البعض ما يصدق، يقول انه يعني ما ممكن هذا الشيء، ليش في الدول العالم المتقدم على الاقل حتى بالدول الجوار اللي ما يصدق بكيفه. احنا نثق بكم، انتم ابطال هاي المرحله، احنا نثق بكم ونقيم ونحترم جهودكم. نعم احنا كمؤشر مهم جدا يعرفه اصحاب الاختصاص، انه نقدر عن طريقه نقدر نقول انه هذه الارقام دقيقه لولا اللي هي نسب الوفاه. احنا تدري حالات الوفاه تتسجل عندنا، هسه قد يكون واحد يعني يصاب بالكورونا لكنه ما يتشخص، او يعني هو ما يراجع ويبقى بالبيت، لكن الوفاه لا لازم يجي ياخذ شهاده وفاه. فاحنا طبعا عن طريق الوفاه نعرف انه هذا شنو سبب الوفاه مالته، عن طريق لانه نسبه الوفيات في العالم نعم 3% وبعض الاحيان اكثر، يعني في حتى في دول متقدمه اكثر من 3%. فمن تكون عندنا ماكو وفيات او الوفيات متدنيه جدا، نقدر نقول انه هذا الرقم نعم المسجل للاصابات هو يعني قريب للواقع.